كيفك بابا؟ مصايبنا رح تنتهي، لا تخاف. رح يعملوا لك العملية بعد الفحوصات، أكيد رح تصح، والشغل كمان رح يصير منيح إن شاء الله. القصة بس بدها وقت، بدها صبر. قدرت تنيمه لمراد بسهولة ولا عذبك بالليل؟ قال ديما لقيته نايم جنبك ما سخيت تشيله. مراد منيح بس بده وقت. لا تتوقع يتقبل الفكرة من أول يوم، شوي شوي هو رح يتعود. فاكرين حالكم بتفهموا أكتر مني؟ حاجة تقلولي بيتعود، لك الولد المسكين ما وقف بك من مبارح يا حرام. رح نستنى ونشوف آخر هالقصة، إن شاء الله يتعود مثل ما عم تقولوا. يلا خاطركم بشوفكم. موفق. أنا ليش بحكي وبعذب حالي أصلاً؟ ما في حدا بهالبيت بيعجبه حكي. الحمد لله زياد بيك صار أحسن من قبل بكتير. إيه طبعاً ناطرين زيارتكم. تمام، يا أهلين، مع السلامة. هاي هاجر خان ومرته لرؤوف بيك، رح يجي اليوم الزيارة يطمنوا على صحة زياد. بشرفه. دخيلك، تركينا مسيرتها بقى. الله أعلم شو بيكون عم تفكر وشو عم يدور براسها هلأ. بدها تشوف كيف صارت حالتنا، لأنه بتطق إذا ما عرفت كل شيء. ليش منكن قاعدين برا؟ الجو حلو كتير برا. شو وين كنتي بنتي؟ ما بلاقيك غير انتي وجوزك بتطلعوا من الصبح بدون ما تخبروا حدا. يعني بيصير هالحكي؟ لا تزعلي مني، لازم نطلع. اطقت روحنا من قعدة البيت. طيب ماشي، معك حق يا بنتي، المهم تكونوا مرتاحين. هجران خانم رح تجي لعنا، لا تقولي انه راسك واجعك تطلعي على اوضتك، بدك تضلي قاعدة معنا. ماشي، لا تاكلي هم. خير، شو صاير معك يا ابني؟ ليش هيك فايت من غير سلام؟ مو شايفنا قاعدين؟ عيب. لا مو عيب، وما بدي احكي وسلم على حدا. اصلا ما حدا دخلوا فيني. يعقوب لا تزعلي، اكيد بيكون معصب. حتى لو معصب ما لازم يحاكيني هيك، ما شفتي كيف عم يتنتور فينا؟ انا رايحة اشوف اسيل بالمطبخ مشان نشوف شو بدنا نجهز الضيافة. هذا يعقوب ما بيشبهك أبداً بتصرفاته يا زياد، ما بعرف ليش طالع هيك عصبي كتير. أنا بعمري ما فرقت بينه وبين باقي إخواته، بس معقول الغيرة تخلي الواحد تنتزع تربايته؟ صاير قليل حياة. يسلموا يا غصون. شكراً لك غصون. صحتين. ما بيستاهل اللي صار فيه. كيف كانت هالعملية؟ إن شاء الله ما تعذب. لا الحمد لله، زياد طلع جسمه قوي وهي فترة وبتمر على خير إن شاء الله. تتذكري قديش كان هو والمرحوم منصور مع بعضهم؟ إيه، بالأخص على لعب الطاولة طول الوقت، غير سهرات الشدة اللي بالقهوة. كانوا يحبوا بعضهم ويضلوا طول نهارهم سوا، رحمة الله عليه. معك حق، بس الله رحمه وريحه من المرض. صحته تعبت كتير وبعد مباشرة الله أخذ أمانته، ما خلاه يتعذب. بيقولوا عذاب الإنسان على قد ذنوبه. بالإذن منك هجران خانم، بدي طلع بابا على أوضته بلا ما يتعب أكثر من هيك. إيه تفضلي. زعلت كتير أول ما سمعت بقصة شركتكم. بيكون زياد بيك زاد مرضه من ورا هالقصة. طمني عمران، رح يرجع كل شيء مثل قبل، هيك رجال الأعمال أحياناً الظروف بتعاكس معهم. إيه طبعاً حبيبتي، المهم أموركم صارت بخير. الصبح شفتك عم بتنقي شقة لتشتريها. شكراً. أنتي كنتي طالعة لهيك ما انتبهتي لي، ناديت لك بس ما سمعتيني. لا حبيبتي، أنا بس كنت عم بتفرج، رفيقتي بعتتني. لا وصيتيهم ونقيتي الشقة اللي بدك ياها، صاحب المكتب هنيك بيكون قرايبي وسألته عنك. إيه طبيعي إنها تشتري، لأن كنتي ما بتحب تضل قاعدة ببيت واحد لفترة طويلة، ما هيك ابني؟ طبعاً صحيح. بكل حال إن شاء الله تضلوا بخير، لأنكم فعلاً تستاهلوا كل شي منيح والله يرزقكم. هلأ رح أترككم ترتاحوا، لأن خلص صار لازم أمشي، تأخرت على البيت. بتشكرك على زيارتك وشرفتي بيتي.
إن شاء الله ما على قلبه شر. شكرا. أنا رح أطلع معك ست هجان. تفضل. أنا حاولت كتير أحكي مع يعقوب وهديه شوي، قلت له مجمع مصاري أو عاملة جمعية مع حدا يا ابني، بس فالج ما صدقني أبدا. شكلها اشترت الشقة بالمصاري اللي أخدتهم منك أكيد. إذا دري عمران بالشي اللي صار والله لا يزعل كتير ويجن جنانه. أمي ليش أكلي هم كل هالقد؟ يعقوب كمان كان عنده خبر بالسيدي، يعني هالقصة ما لها جديدة. يعرف بالموضوع؟ إيه؟ وهو بيعرف انك بتعرفي وما قلك شي. لك انا شو فهمتك اخر مره؟ ما قلت لك حلي هالقصة من غير ما تورطيني بهالشغله؟ انت تورطتي ومش الحال. ما حذرتي، لازم تعرفي اني ماني سهله. نعمتي اللي واقفه هلا قدامك هي اللي ساعدتك وطالعتك من مشاكلك، لهيك بتعملي اللي بقلك عليه، ولا تخليني اقلب ضدك والا رح تندمي. بس انت ما ساعدتيني لانك بتحبيني، كان بدك اي حدا يغطي مكان رفيف بقلب ابنك. اسمعي بنتي، عمران إذا رجع وكتب كتابه عليك فهشي بفضلي أنا، عم تفهمي؟ أنا قلت لزياد روحي حاكي بهالقصة، بس إذا بدك تخلقي عداوة بروح هلا بقعد مع ابني عمران وبحكي له عن كل شي ساويتي أنت بالحرف الواحد، وأكيد رح يعصب وبيجوز يزعل مني، بس بيعصب اليوم وبيرضى بكرة، بالأخير ما بيتركني. قلي لي ليش يا حزرك؟ لأنه أنا بضل أمه وأنت ولا شي في بدلك بأي لحظة، بيرجعك لمحل ما أخذك.